هو لسه فاكرك ياسمين؟ انا مش فاهمه، هو الموضوع لسه هزار ولا قلب جد ولا ايه؟ هو عاجبك صح يا بنت؟ ما تخافيش، انا عمر عثمان ما كان عاجبني بالمعنى اللي انت فاهماه. وبعدين افرضي اتعودت على نضالتك يا مزه. طب وسمير؟ نسيت شكله اصلا. نسيتي شكله؟ اه والله، بس واضح اني محتاجه اشوفه تاني اركز فيه اكتر. هو اطول بكتير ما انا كنت متخيله يعني. تصدقي ظريف. سنور ازاي حضرتك؟ كيف حضرتك؟ هنعمل ايه النهارده؟ لا تعمل ايه سيبيها لنا. كل حاجه. اعملي اللي انت قلت عليه. اتفضلي هاني اتفضلي. ايه يا حبيبي اتاخرت، الكفته بردت يا روح قلبي. مش الكفته اللي بردت. تتصوري يا ياسمين ابني يقول لي شكلك اتجوزت يا ماما من وراه؟ كل ده عشان مش عايزه اسافر واعيش مع مراته في الغرفه اللي ما عملتها من 5 سنين وانا لسه في عز شبابي، هعملها دلوقتي؟ طب ده انت لسه في عز شبابك يا مدام، وبعدين هو الجواز عيب ولا حرام؟ بس في سني ده يعني. هو اللي في سنك يعني تبقى خلاص خارج الخدمة؟ أنا إذا كنت فكرت في الجواز مش عشان نفسي في الرجالة، بس عشان ألاقي حيطة أسند عليها أو ظهري يحميك أو حضني يدفيكي. وبعدين هي الست مننا محتاجة إيه بس غير بوسة وحضن وتحطها جنب الحيط؟ رد يا وزة والنبي. ألو، بتقول إيه؟ جمانة؟ جمانة دي تطلع إيه إن شاء الله؟ نمرة غلط. بيقول عايز جمانة إيه؟ الجمعه دي بقى من سيدنا ان شاء الله. الو الو. ايوه يا سمير. ما لقيتش المترو النهارده ليه؟ لا بس ما لحقتش المترو فخدت الميكروباص. بقول لك ايه، ممكن اعزمكم على الغدا بكره؟ لا انا عندي شغل. بردون يا مدام. شغل ايه؟ البلد كلها اجازه بكره. ايوه بس الكوافيرات مش اجازه. لا لا، من غير كوافير ولا حاجه، انت حلوه زي ما انت كده. لا اصل انا عندي تسجيل بالليل. فانت عارف يعني بالليل ايه؟ بقول لك غدا. اه طيب ماشي اوكي. خلاص انا هكلم عثمان وانتي بكلمي ياسمين. ماشي. ما هي عرفت خلاص. عرفت ازاي؟ ما ايه، هنبطل الشغل ونقضيها كلام في الموبايلات ولا ايه؟ طب بقولك ايه، انا هقفل. باي باي. ما تسيبها تحب يا اخي، انت مش عايز حد يحب غيرك ولا ايه؟